اهلا بكم من جديد. علمتنا التجارب ان احنا ننفخ في الزبادي، اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، والا ما نعصرش ليمون تاني الحقيقه، لان الناس بتريد ان تتعرف على كل شيء فيما انا قصدي المرشحين للرئاسه طبعا، لانه تجاربنا مع بعض الرؤساء ان وصلنا الى مرحله الى كارثه، كنا بنقول يا ريتنا عرفنا قبل ما نروح وننتخب و و و الحقيقه اللي بيقوله المرشح الرئاسي خلاص معروف وشفناه وتاكدنا منه وفهمناه، اما ما لم يقله المرشح هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه. خبايا النفس، هل هذا المرشح لديه قابليه لان يكون دكتاتورا لو فاز في الحكم؟ هل هو شخصيه استهوائيه يعني ودني، يعني كلمه تجيبه وكلمه توديه؟ هل عنده قدرات في الذكاء؟ هل عنده حسم في اتخاذ القرار؟ اسئله كتيره جدا. في علم مهم جدا وهو لغه الجسد، دي بتخلي الواحد نفهم اشياء كثيره جدا. يسعدني ويشرفني ان تكون معي الاستاذه رغده سعيد الخبيره في لغه الجسد. استاذه رغده اهلا بيك. اهلا بحضرتك. شفتي المشير، احنا حامدين عندنا تجربه عنه كثير وعارفينه وحافظينه، ولكن المشير اول مره يطلع في حوار طويل كده ويقعد يتكلم بعيد عن البدله العسكريه، وبالتالي عاوزين اول حاجه الحقيقه عاوزين نعرفها، هل هذه الشخصية لديها قابلية أن تكون دكتاتورة؟ يعني لما شفناه كده قال لإبراهيم عيسى مش هسمح لك تقول عسكر تاني، حركة الأصابع، هل هذا الكاركتر، هذا التكوين عنده قابلية أن يكون دكتاتور؟ طيب احنا هنبدا بالنتيجه على طول كده، بس مش مشكله نقولها وبعدين نشرح. لا لا، هو مش دكتاتور، انا يمكن وصفتها في تحليلي الدكتاتور الديمقراطي. نقيضين دول، نقيضين. لان هو عسكري، لغة جسده عسكرية بحتة، عنده جانب حسي كبير هنتكلم عنه، بس هو لغة جسده عسكرية. فالديكتاتور الديمقراطي في الجيش بيعملوا ايه؟ بيبقوا ديمقراطيين في اتخاذ القرار وديكتاتوريين في تنفيذه. مش هسمح لك. الحركة دي اللي حضرتك بدأت بيها دي اسمها السبابة، يستخدم في لغة الجسد العسكرية للأمر المباشر. يعني ده أمر مباشر خلاص، مفيهاش كلام. يمكن هرجع بقى لورا شويه. اول تحليل ليا كان للسيسي، كان يوم خطاب مرسي الاخير. معروف ان رجل المخابرات بوكر فيس، يعني ما بيبانش عليه اي مشاعر، اي رياكشن ومشاعر ما فيش خالص. السيسي بيعرف يداري مشاعر، بس في جزء حسي طبعا او انفعالي ظهر في الحركه دي. بس الحركه دي يعني استنكار، ده استنكار. قاعد كده بيسقف عشان الكل بيسقف، لان دي مجامله وده بروتوكول ولازم يحصل. انما دي حاله استنكار، كان باين على تقطيع. ده خطاب قطع الكهرباء فاكراه، أيوة بتاع مرسي. خطاب... ده. ايوه هو ده. بعد كده ظهر بقى جانب حسي جدا. ناس قالت هو اوفر، ناس حست ان هو عاطفي بزياده. هو في جزء في شخصيته حسي. يعني ايه حسي؟ يعني شخصيه بتصل العاطفه بسهوله. يعني دايما حتى مفرداته هتلاقيها عن الاحساس، عن القلب. عنده نبره في صوته او تون صوته اسمه مونوتون، يعني الوتيره الواحده. وعنده مد في حروف الواو والياء والالف. فما بيجي يتكلم ده بيسهل وصول الرساله في حاله واحده بس، ممكن يحصل ملل لو الشخصيه مش جاذبه او الموضوع مش جاذب، لان مونوتون ده يمكن اسمه مونوتوني، جاي من مونوتوني او الملل. فهو بدا كده، بس ظهر بقى في وسط الخطابات بتاعته الحسية دي ان هو كان، يعني يمكن مصر من 60 سنة الخطاب بتاعها، لو جبنا اي خطاب لأي رئيس من 60 سنة لحد دلوقتي حالا، هنلاقي الاطار بتاعه بيخاطب العاطفة بنسبة اكتر من 60 أو 70%. فهو اساسا عاطفي، يخاطب العاطفة، فبيحصل ان هو بيحس ان هو مصطنع او مبالغ فيه شوية. اسلوب مش نقيض، اسلوب اللي بيعمل كونتراست او الجذب، يوازن، بيعمل يوازن. توازن. اللي بيحصل ان هو الشخصيه دي ناس كتيره قوي يشوفوا قائد جيش او وزير دفاع رومانسي، انتوا مش عارفين انكم نور عينينا ولا ايه؟ الحاجات دي بتجذب ناس وبتنفر ناس تانية، لان مش دايما راكبه ان الشخصيه العسكريه بتبقى معروف ان هي شخصيه صارمه. وهو بيتكلم دايما بيبقى حاصل حركه في ايديه كده. طب ممكن تشوفيها؟ طب ممكن نشوف جزء كده؟ اوكي. هي التنميه في سينا جزء من المشروع. الفكره كلها بين ان الكلام ده كان بيتقال قبل كده وما بيتنفسش، هي الاراده. اراده الدوله واراده الناس في ان هي تعمل ده عشان الناس تعيش. طيب،
تشوف واحدة تانية. بس خلي بالك أنا هسألك على العينين. معلش أنا العينين خلي بالك، الوش المق بيبتسم، اليدين بتتحرك، العينين فيها حدة، فيها حسم، فيها فيها الحركة فيها. دي يعني إيه؟ إيه الحركة دي بقى قبل ما تشوف مقطع تاني؟ كف اللي هو بيعمل مش هسمع كف في لبانة هنا بس بعملها كده برضه، بعملها كده دي جوارح يعني أنا بكل حواسي بعمل كده. بس تظهر دي جزء من الاستوديو. لا عادي ده دي جزء راكور. الايد لغه الجسد، الايد خشبيه. اوكي لا هي كده مش خشبيه خالص. انا اسف جدا. نطلع بس يا جماعه نشوف جزء تاني لغايه ما نتخلص من الدبابه. هي واقفه عامه هنا. نشوف جزء تاني، نشوف جزء تاني. يعني بصراحه كده انا لما الناس يقول لك مش لا انا هنام ولا انتوا كمان هتنام، لان احنا غير مقبول بقى ان احنا نترك لاولادنا واحفادنا ديون وعوز. عيب علينا. دي هنروح اول مره يعمل الحركه دي. دي حركه حسيه. يعني لما بيجي الشخصيه الحسيه بيعمل كده، بيلمس نفسه. حسي يعني لما بيجي يسلم هتلاقي سلامه على اصدقائه بايديه الاثنين. انسان حنون يعني. حنون؟ لا بس ثانيه واحده، هو حنون مش الحس ده يعني حنون وعاطفي حنون وكله، بس الاغلبيه ايه بقى؟ ومش قاسي بص الاغلبيه اللي هي المهنه بتاعته. الحته دي اسمها لغه جسد خشبيه دي. يعني هتظهر في وقت الشده. بيعمل كده. ظهرت في بعض الخطابات بتاعته. لما كان بيهدد او كان في مصايب، ارهاب، مش هسمح احنا نموت احسن. فاكره الجمله الشهيره بتاعته لما حد يهدد شعب نموت احسن؟ بتحصل كده. فانا شايفه ان الجزء الغالب عليه لغه الجسد العسكريه اللي هي كده، دي لغه جسد عسكريه اللي هو بيتكلم بايده كده. الايد اللي لجوه دي لو مش عسكري هتبقى انا بيشاور على نفسه. انا تعرفه قال كم مره انا؟ كتير. ده تعني ايه؟ أنا جيت حللت الجزء الأول. الجزء الثاني، الجزء الأول قال نحن أكتر من أنا، الجزء الثاني قال أنا أكتر من نحن. أنا حكمت على الجزء الثاني لسبب، إن كلما تطول فترة الحوار كلما تظهر لغة الجسد أكثر، وكلما يكون تفسيرها أسهل وأدق. بيتفك بالظبط مع الإرهاق. مش إرهاق، معلش أربع ساعات كلام الراجل. والتدريب بينسى ساعات، بتفلت. طبعا اللي اتدرب عليه كان متدرب طول فترة اللقاء، وهو شخصية ملولة جدا. هو ملول جدا يعني ملول بدرجة كبيرة. هو في وسط الحديث في الجزء الأول طرق أعصابه مع بعضها كده مرة. والجزء الثاني حصلت مرتين. دي نوع من الزهق أو الملل، إن هو مش واخد على الأوعاد مدة طويلة. هتلاقي دايما الأسئلة ما كانتش لا 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 هي مش مسألة أسئلة، هي مسألة إن هو شخصية نشيطة مش بيحب يقعد مدة طويلة أو بده أوامر. ما عرفش يقعد كتير لمده ساعتين مع بعض. الحوار الحميمي ده مش بتاعه. هل هذه الشخصيه قابله ان تكون ودني؟ يعني حينما يسمع قرار كده، يعني معلش احنا في حاشيه السوء مع الحاكم الطيب. شوف المصطلح ده هيتكرر كتير الفتره اللي جايه. حاشيه السوء مع الحاكم الطيب، حاشيه السوء مع الحاكم الطيب طول الوقت بتود في ودانه على طول. كيف ممكن ان يتخذ قرار؟ كيف يمكن ان يتاثر بالقرار؟ من هل هو ودني قابل للاستهواء بلغه علم النفس؟ لا، هو مستمع جيد جدا، لكن هيبذل اقصى مجهود عشان يقنعك برايه، وهيقنعك برايه ليه حتى لو كان غلط. بيدرسه كويس قوي، بس هيقنعك برايه. دي ظهرت في لغه جسده بقى. ازاي كلمه خليني اتكلم، سيبوني اتكلم، وانا جاي اتكلم ولا اسمع؟ انا بقول مش عارفه ايه، خليني دي قالها يمكن 10 مرات. لما بيجي يتسأل سؤال ما بيجاوبش على طول، بيعمل ايه؟ الشخصية العسكرية او الدارسة بيعمل ايه؟ بياخد الحاجة، لازم يوصل المعلومة. لما بيكون عنده مأمورية هيوصل معلومة من الالف للياء، صح؟ فهيدي التفاصيل كلها. لو اتسأل مثلا عن الديون، مش هيرد الديون كذا، لا تعالوا نشوف كذا، بيعمل مقدمة أرضية بالظبط عشان يأهل المستمع أو المشاهد أنه يستوعب المعلومة كاملة. ومصمم أن هي توصل شاملة، يعني ما ينفعش يقول إجابة وخلاص، لا. لازم المشاهد أو اللي بيسمعه يكون واعي وفاهم الأرضية دي عشان يعرف يوصل المعلومة وتبقى شاملة. شاملة. طب أشوف جزء تاني. أوكي.
حضرتك لا ترى في وجود رئيس قادم من المؤسسة العسكرية انه معناه كده ان العسكر التعبير الشهير يعني العسكر يحكم او ان في حكم عسكري او انه الجيش بيدير الامور؟ انا مش هسمح لك تقول العسكر تاني بصراحة كده. لا طبعا. الكلمة دي لا غير مقبولة على جيش مصر بالمناسبة. لانه الجيش ده عمره ما كان الا عند حسن ظن المصريين. ليه الحساسية المفروضة مع هذه الكلمة سيادة المشير؟ لا هو لا تعني غيرها يعني الصفة العسكرية يعني مش لا العسكر مش كده. العسكر دي بتعني فئه من القوات كانت موجوده في العصر القديم زمان. انما العسكر دلوقتي لا لا عيالنا واولادنا وابائنا اسمها المؤسسه العسكريه القوات المسلحه. دي ايه بقى الدكتور؟ دي بوينت انت بتعمل كده المؤسسه العسكريه يعني انا بحدد لك انا عايز اقول ايه. دي يعني بوينتر او تحديد. لما اكون بعمل كده وانا بتكلم ودي يمكن حمدين صباحي برضو بيعملها ساعات هنشوف دلوقتي عشان بيوجه اللي هو بيحدد الاجابه بتجميع كده بيتكلم وعنده حركه تانية دي بيعملها كتير قوي. ايه الفرق من اللي بره واللي لجوه؟ دي بيحدد حاجه وعايز يوصلها لك بيعمل لك كده اوكي زي باراك اوباما بيعملها كده زي البيسبول برضو دايما بيحدفها بقى فصيحة. دي معناها ايه عند باراك اوباما؟ دي واخد حاجه بيحبها الشعب جدا البيسبول يعني مدروسه طبعا. يا سلام يعني الرئيس ما ينفعش يطلع كده يشوح ويهبل بصراحه. باراك اوباما ده حملته قايمه على كده. الحركه دي بقى يعني ايه؟ انا بقول لك اسمع واهدى واسمعني بيقولها كتير جدا اللي هو ايه؟ بيكره للضوضاء طبعا بيكره مقاطعته في الكلام مفيش فيها كلام لأنه دي زعيم. التزام لأنه لا زعيم. مش لا الزعامه ما اقدرش اوصفه بالزعامه هو قائد طبعا قائد ناجح كمان لا وبيدي اوامر شغلته ان يعطي اوامر بالظبط فانت قائد واللي هو ايه كمان قائد وعندك جزء حسي انساني فهيروح متكلم مع الجيش يقول له بيسال اسئله اسمها ريتوريكال كويستشنز يعني ملهاش اجابه يعني لما يسال حد انت مش عارفين تنور علينا ولا ايه هو مش مستني الاجابه بيقول لهم ايه انتوا مش عارفين ان كذا كذا الاسئله دي تحفيز للعقل. لما اقول لحضرتك انت اول مره تعرف ان مثلا كلينتون في لغه الجسد اتاخدت في محاكمته مثلا كده لما اجي اسال كده هعمل ايه؟ هصحصح العقل خلي الناس ايه ده بيبص ده بيتكلم وكده. طب إيه انا عاوز اقول لكم ما هو عايز يوصل هو مصمم على توصيل كلامه كله صح وان هو يتاكد انه يوصل. شوف لما اقول لك يتاكد انه يوصل بعمل كده. الحركه بقى لغه الجسد الخشبيه اللي ظهرت اكتر في حته لما عمل كده على الترابيزه بتاعت المظاهرات خلاص اللي هو يعني هيشيل التهديد لما جه تهديد البلد قال انا حصل نظره عين حاده وتبريئه وقال مش هسمح وهشيله من على وش الارض يعني من الاخر صح. فهو الحتت دي انا شايفه ان فيها الدكتاتور في التنفيذ مش في القرار لا مش في القرار هو هيسمع لان هو انسان ذكي وعنده طبعا دهاء ومناوره في الحديث لان هو اللي كان قائد الحوار لكنه قوي ما حدش هياثر في قراره لا هو هيصمم بالعكس مش خواف. هو لا بالعكس هيصمم على قراره هيصمم طيب شوف بص كده الحركات احنا عاملينها شويه هي دي البوينتر ده ايوه هو ده بص هتلاقي دايما نظره تانيل ناحيه الشمال لتحت لما بيتكلم عن زوجته او والدته او ساعات الجيش او ما دي لغه جسد الشخصيه الحسيه الشجن ناحيه القلب نظره ناحيه شوفي. القلب الايد كلها دي كل جوارحها صراحه ده جزء وضوح مع الناس لا ده جزء لا هو الوضوح مع الناس هو ايد لجوه فدي ما نقدرش نحدد لان دي لغه جسد عسكريه الوضوح دايما الايد بتبقى كده. طب انا عاوز اشوف حاجه من استاذ حمدين صباحي اوكي طبعا احنا حافظين راجل صديقنا وشفناه كتير جدا يمكن هو كتير زوره عشان بس احنا مركزين مع المشير شويه مش قصدنا نظلم والله حد في المرشحين الرئيسيين. شوف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الابن البار لشعب عظيم تمكن من ان يعبر عن هذا الشعب وانه ينتصر ويحقق احلامه في العدل الاجتماعي ويصون كرامته والحنين لعبد الناصر الذي نراه الان هو حنين لكرامه مفقوده. تشوف جزء تاني دولة ناجحة مكان الدولة الفاشلة الرخوة العجوز اللي حكمتنا 30 سنة أو أكثر ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. احنا وقعنا الرأسين لكن جسد النظام القديم بفساده واستبداده وسياساته القديمة لسه موجود. وما هو الجسد يا أستاذ حمدي؟ الجسد هو السياسات اللي بتحكم
شوف استاذ حمدين لو في عجاله ما عندناش وقت كتير. طيب اتفضل. هو بيهتم جدا بالمظهر والهندام. لغه جسده او الحاجه اللي بتقدر توصله للناس هو الخطابه. هو خطاب، هو خطيب، بيتكلم، بيسترسل، يعرف يعمل قرار. مفيش بقى دي يمكن ما اقدرش احددها. بس هو يمكن اجاباته ساعات بتبقى غير منطقيه. يعني سئل امس في احدى الحوارات عن المرتب الرئيس وكده، قال انا هعيش بال 2000 جنيه. اجابه نموذجيه بس مش منطقيه. في اجابات كتيره ليه بتبقى ان هو بيرد على الاسئله بس ما بيجاوبش عليها، يرد على السؤال ويدي الانطباع ولكن لا يجاوب على الاجابه مباشره. في واحد بيعرف يتكلم، في واحد بيعرف ينفذ. وده يمكن لو في المناظره حصلت. انا شايفه نقاط القوه بتاعت حمدين هي الاسترسال في الافكار. نقاط الضعف انه هيوجه، يحاول يركز على سلبيات السيسي ويسيب ايجابياته. السيسي عنده ثبات انفعالي، بس سهل ان هو بعد فتره لو توجه له حاجات يستفز بعد فتره. بس نقط القوه بتاعته انه يبقى دارس كويس قوي كل اجاباته وهيشرحها بطريقته البصريه. هنتقابل كتير. استاذه رغده سعيد خبيره في لغه الجسد، شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتيني يا فندم.